الباس الغير محتشم ماشي غير في رمضان خاصنا نهضروا عليه، خاصنا نهضروا عليه ديما ماشي غير رمضان، لان حتى المساله ديال الشربيه ممكنش العام كامل وهي خارجه عريانه حتى رمضان هذا تزير، ما يمكنش، لان ماش قدرش والديها ما يقدوش يربيوها على انها تزير راسها، لانه ولا كلشي دابا منحل ولا كلشي منفتح. الله يدير لنا شي تاول ديال الخير وصافي، الله يعمر ربي يدير شي تاول ديال الخير لهاد الناس، لان بصح نيت كلشي غادي 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 كلشي غادي في الهاويه الصراحه. اللي جينا نشوفوا القوا بلي المفاتن ولات هي من التسعينات اللور ما كانش هادشي، والله ما كان من التسعينات اللور كانت كان شويه حتى بغاو شي واحد يدير شي حاجه كيديرها وكيديرها مستور في شي قنش، ماشي دابا ولا كلشي. ولا دابا كتلقى الام غاده مع بنتها عرفتي راه تلد الامات وربتها، وداكشي كامل اللي كنا كنقراو عليه بلي كنا صغار حنا غاديين كنعيشوه دابا وكنشوفوه، ما يقدرش واحد يهضر. ولا مشيتي عند شي وحده تقول لها عافاك الله يستر عليك راه حشومه راه رمضان وهذا ورا الناس راه هادشي راه ما يمكنش، هو خص الراجل ما يشوفش صافي. شفتي المره الاولى خصك تحضر راسك وتمشي بحالك، ولكن راه داكشي بزاف داكشي بزاف، راه شنو غدير هكا وتبقى غادي؟ الا بغيتي تمشي لشي غابه وتريح تسد عليك وتيدوز هاد رمضان. وديك الساعه انا كنحيي الناس اللي كتمشي للجبال دوز رمضان في الجبال، حتى انا كنفكر نمشي ندوز رمضان في الجبل تيسالي رمضان، وعندك صالح هبط عند